مسيرة كهربا كانت في تونس، علاش ما خرجتش للخليج؟ تقريبا طموح تاع الناس الكل. صحيح، انا الوضع خاص كما قلت لك، انا وحيد العائله نتاعي، انا عندي اختي عرست 78 و 73 بقيت في عائلتي وقتها، والوالد والكبر والوالده وكل شيء، ولكن من غير ما نحب نسمي اسامي جاوني العروض، وثم في بلاصتي انا اللي بعثهم، وما نسميش الاسامي زعما شكون اللي مشى، فهمتني؟ دونك انت ما كنتش تحب؟ لا ما نجمش نمشي، انا توا لحد الان ما نخرجش من تونس، دايور انا ثم توا نحكي لك من بعد، كانت ثم المجال وكل شيء، ثم يعني جاوك فرص؟ برشا فرص. منين مثلا؟ من هاني قلت لك من الاي ار تي، كلموني بعثت واحد اخر وقت الاي ار تي، بعثت عصام الشوالي. هكا انت تحب تسمي انا سامي مسيرتي عصام الشوالي، وكان زوج وزاده فهمتني؟ خرجت نجوى اي ما لا ولا مش وقت، لا مشى لايطاليا وقتها، مشى لايطاليا الاي ار تي، كانت هذيك تبث يا اسمها هذيك شبكه راديو تلفزيون العرب اي ار تي، ويقدر هذا اليوم عصام الشوالي. لا عصام الشوالي متربي ونظيف، ثم غيره مش لازم نسميه وزاده، ثم غيره للاسف الشديد لا، اللي انت خرجته زاده اي نعم فهمتني، ويجيب بحكايه اخرى وكذا، حسيت ولا ما يعترفش ولا ما يهمنيش فيه، انا واحد من الناس عمل خير في اهله وفي اهله، ليه ما نسميش على خاطر ما يستاهلش، بيبي دي توك علاش ما نحبش نسمي فيصل شعبان، انت خرجت لا 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 ما نسميش، ما عادش نحب نسمي حتى واحد فيصل شعبان ما يعترفش اليوم، انت لا لا ما نعرفش عليه هو ولا غيره، ثم برشا غيره فهمتني، ما نحبش نتكلم الاسامي نتاعه. ما زلت فما علاقه اليوم مع عصام الشوالي مثلا؟ والله هي باش نقول لك، خاطر هو في ربي يعينه كان يعيش في قطر ومن بعد ولا يعدي زاده من فرنسا وتو يعدي في تونس توا كل شيء، ما انا ما نخرجش من البونليو فهمتني، ما نخرجش من البونليو نور فهمتني، ديما وكازاني براتيكمون فهمتني، شويه سبور وشويه كذا وشويه خدمه، وما نقبلوش، اما انسان للامانه زعما فهمتني، انسان فاضل ومتربي، وهو وزوجته الفاضله. في وقت من الاوقات بلاكش تغش منك في تصريح عملته سابق، شككت في كونه افضل معلق عربي. لا هو بيدو يعرف، هو مره والله قريتها شفتها في الفيسبوك، هو بيدو قال لا ما ثماش الحكايه هذه، هو بيدو بنفسه قال لا شنو الكلام هذا، وهو احسن شنو قال انا ما نامنش بها، خاطر علاش؟ راهو يلزم لجنه نتاع تكون فيها اعضاء معينين ويشوفوا ويقولوا، راهو كيما في السينما فهمتني، احسن فيلم احسن صوره احسن لوميير احسن كيما يقولوها انتربريتاسيون ماسكولين ولا انتربريتاسيون فيمينين وغيره، انا مقومات وين شكون اللي حضر؟ يعني انا تو نجيك لك انت مثلا صاحبي وكل شيء عندك موقع وكذا، تحط توفيق العبيدي هو الكل مثلا، مش لازم نسميش اسم اخر، ومن بعد ونفرح بها بالكذب والتسفليت. باهي في رايك انت هل يستحق يكون افضل معلق عربي؟ انا بالنسبه لي انا ما سماش افضل، انا ساعه قبل كل شيء في المعلق، المعلق راهو هو انسان قبل كل شيء يحترم المشاهدين والا المستمعين نتاعو. كيفاش يحترمهم؟ وقت كيف يحضر روحه ويشوف رده الفعل والقبول هذيك من المواطن، كما تلقى توا مثلا جمهور المقاهي، مثلا جمهور المقاهي يحب مثلا عبد صوت عيط وسيح، وعبد اخر خاطر ما بينات التعليق اللي نشاهدوا فيه في التلفزيات العربيه كلها برمتها، كل تعليق اذاعي ماهوش تعليق تلفزي، ما هو سامحني سي با واحد ماهوش هذاك، خاطر التعليق التلفزي فيها الصوره ما يلزمكش ترهق الاذن، انا قاعد نشوف تقول لي كره باليمين دار علي صار مشاها رجع بها ومن بعد مش حاجه بها، اعطيني كيفاش تبارك البونتو، كيف تبارك تسجل الهدف، كيفاش شنو هي الغلطه كما كنت نحكي مع زميلك، هذا تحليل اكثر من تعليق. نعم شنو الغلطه؟ تحليل اكثر منه تعليق. لا تحليل وقت كيف انت في معرض الحديث نتاعك تسجل هدف، نقعد نستنى حتى الميتون باش يجي مثلا يقولوا شكون راهو كيف ماركه، لا في وقتها كذا كذا واشاره عابره فهمتني، راهو تسجل كما نقولوا على خاطر المدافع خلى المكان فارغ، خلى مكانه يصعد، خلى المكان فارغ، استغلوا فريق المنافس مثلا. كيفاش تصنف روحك كمعلق انت؟ انا معلق ممتاز، معلق متوسط، لا معلق باهي. انا اخذ ايش نقول لك، انا نصنف روحي اللي نحترم في القواعد المهنيه، انا هذاك شيء يهمني، كما واحد يقري مثلا ما يقول لك وعلي بنحت المعاني من معادنها ولا علي ان لم تفهم البقر. مهنيا انت افضل معلق؟ لا 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 انا ما نقول اخذ، هاني قلت لك مهنيا اخذ، انا نحترم روحي علاش؟ على خاطر مش جيت بالشباك، انا قريت ودرست ونعرف هكاك يلزم يكون التعليق، يكون هكاك عجبك ما عجبكش، عجبك تدور واحد باش يشوف حاجه واحد اخر، تحب تحب تعيش مع واحد اخر يورور ولا يولي براح ويعيط ويسيح وينقز في واحد. شكون المعلق اللي يشدك؟ بالنسبه لي انا ما نكتبش عليك، ما نتفرجش فيهم حتى واحد باللغه العربيه، حتى واحد. ما يشدني حتى ما واحد، ما تبعش ماتوي تونس ماتوي البطوله، خلينا نكلمك، لا نشد نتبع نتبع في اذا حاجه تقلقني نعمل كيما كيف عليك افوا باس نقص في الواحد ونتفرج، ودير في المحتوى المقابلات نتاع تونس يعديهم لبرا مثلا ولا حاجه، وخاصه باللغه الفرنسيه
اول حاجه نجز عليها نمشي خاطر علاش راسي نخرج مرتاح حتى ما علق تفهم. عربي ما يشدك تونسي ولا عربي لا 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 حتى واحد حتى واحد انا واحد من الناس ما نكتبش عليك زعما علاش خاطر انا من قبل نحب ننحت لنفسي شخصيتي الذاتيه بمحاسنها وبعيوبها والكمال لله بما في ذلك زملائك قبل في التلفزيون مثلا عبد الرحمن العش كيب الخويلدي لا ايش نقول لكم جاوا بعدنا هذوما زعما صغار وكذا كل شيء وربي يعاونهم اللي يعلقوا اليوم معناها ربي يعاونهم ربي عندهم مريديهم وعندهم احبائهم وعندهم جماعتهم وقاعدين يجتهدوا انت ما يقولكش مش ما نقولش انا اللي قلت لا يقول لي لا تسمعهم مش معناها اذا كان ساعه ساعه في مباراه وانا قلت لك تلقى ماتش تنحي الصوت لا لا اي نحكي لك قلت لك اذا كان في مباراه وتبدا موجوده ساعه ساعه موجوده ما نجمش باش نحي زعما الصوت كليا زعما نقص ساقط علاش على خاطر ساعه ساعه ثم الناس تعيط شويه ما يعجبنيش لا اوف خليف انا قلت لك انا ما يعجبني حتى واحد الكل حتى واحد مش معناها هم راهم خايبين ولا همش كذا لا 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 عندهم بالعكس هم عندهم شعبيه كبيره ومريدينهم ويحبوهم وتبارك الله نجوم زي ما تقول لك مش هيك انا نحكي كشخصي انا نفضل نتفرج في مباراه قلت لك علق عليها واحد بالفرنسيه ولا حتى بالاسبانيه انا قبل وقت كانت الليغا ما يعديوها بالاسبانيه ويعديوها بالعربيه نتفرج فيها بالاسبانيه باهي علاش اختفيت شويه بعد الفريد اللي بعد الثوره سي توفيق والله مش اختفيت مش اختفيت يعني قعدت نخدم انا نورمالمون حتى كملت فهمتني من فوق كملت ولا حاجه اما جبت روحك شويه من الصوره من الصوره ها نقول لك حاجه اولا ساعه قبل كل شيء ولات فوضى فوضى بيتم معنى الكلمه فهمتني اثنين من الناحيه الاخرى ما تعرف جماعه عرفتها كل عملوا الجماعه اللي بحذانا وقت لا شاسو سورسيير وكذا انا بقيت نخدم فهمتني وكذا على اساس كونهم كل واحد اي نقز وهاو درا شنو ونظام سابق وكل رواية كل لغه كل مضروبه فهمتني وكذا فهمتني دونك كي جينا ناخذ هذا يدخل من غادي وهذا يدخل من غادي والاخر يجيب واحد فهمتني شنو هذا ساعه ساعه يدخل الناس تدخل في البلاتو صرت ماش كانت تتذكر يدخلوا ديريكت وعملوا حتى حصص في كل المجالات السياسيه وغيرها وكذا والناس تكلمت اللي ما تكلمت قلقوك شويه في اللي بعد الثوره باعتبار انك كما قلت تو محسوب على النظام السابق لا لا انا مش محسوب اولا ساعه مانيش محسوب على النظام السابق انا نخدم على روحي انت قلت اي لا لا قلت نحكي لك هما اش قالوا فهمتني خاطر انا واحد من الناس احنا في الرياضه فهمتني وحاجه اخرى ويشرفني اذا خدمت انا مع خدمت مع حتى بورقيبه بل وقت في النظام انا من 81 قلت لك نخدم شرفني جدا ونخدمت زاد في عهد مع بن علي وشرفني جدا فهمتني مانيش كجبعك اللي احنا ماك تعرف الحمد لله عاملين ليزار مارسيو ما نخافوش وما نقلبوش الفيسة ونقعدوا مع بعضنا اما نحكي لك كيفاش التوجهات ثم ناس تحب تستغل الفرص هذه وكل شيء وانا خاطر انا في وقت كان في المكتب نتاعي حتى حد ما جاني ما نجمش حتى واحد يجيني يقربني ولا شيء يعمل هكا ولا هكا ما نجمش فهمتني دونك بقيت نخدم خدمت ماتشويت خدمت وقتها خدمت برشا ماتشويت راه بعد وبعد اوب جبت كلمت والحمد لله وقتها شنو اشهر قليله ونخرج التقاعد والحمد لله تعرف شو نقول لك حاجه رضا العودي حتى من قبل ما نمشي انا مش من وقت راه حتى من قبل زعما في النظام السابق من عام 2010 و9 وغيره صعب تيسر الخدمه فهمت ما عادش كي قبل نقول له يا رضا اش خاصك يقول لي اسمع تجمد زين لك تو شويه تو شويه تو شويه يقول لي اصبر وكذا ما علاش لصقوا فيك الاتيكيت نتاع النظام السابق اصبر انا حتى ما لصقها بصراحه تو سمعتها اول مره منك انت لا انت شو... قلت لا لا لا, لا قلت لك هما الناس كانوا وقت كانوا مش اول مره معناها تسمح لا لا والله انا واحد من الناس اول مره نسمح لي انا كواحد فهمتني اما شنو نحكي لك على الناس كيفاش خاطر كانوا يخدموا في قطاعات اخرى تسمع فيها قطاعات اخرى اللي يخدموا فيها فهمتني يقولوا راهو هاو النظام السابق ولا كذا ما لا تسمحني البوليس مش كان يخدم في النظام السابق ما تنحاو الجيش اللي كان يخدم يقولوا لا هذوما نحن ناس ما عندناش وخاصه احنا في الرياضه خاطر كان جينا ممكن في السياسه هما سيرتو قلقوا العباد اللي يخدموا في السياسه هذوك زعما زعما هكا بدلوهم وكان شنو في رئيس تحرير نتاع الاخبار ولا غيره ولا حاجه اما انا بقيت هاني قلت لك بقيت مده وبعد اوب جبت على راه سي الحمد لله كملنا